هديل هو صوت الحمام، هو صوت مبهم لنا، لا ندري أكان ترنما أم بكاء. وهديل قصتنا، صبية ذات 27 ربيعا، صبية ولكن ليست كباقي الصبايا، تحمل في قلبها مشاعر الصبايا اللواتي هن في مثل سنها، ولكن إعاقتها تجعل واقعها مختلف عن واقع قريناتها. انولدت بنتي هديل، من الولادة اكتشفنا انه في عندها إعاقة عقلية وإعاقة جسدية. الإعاقة العقلية التفكير عندها أقل من مستواها، ما بتقدر تتكلم، ما بتقدر تتحرك، الكلام عندها شوي، ما بتمشي، تزحف زحف. في أغلب الأحيان تعتمد علي أنا كل أشغالها بكل احتياجاتها. بعض الأهل عندهم أطفال ذوي احتياجات خاصة، لما بيطلعوا برا بدهم يفسحوهم أو يطلعوهم مشاوير ما بياخدوهم معاهم، لأنه بيخجلوا منهم، بيخجلوا ياخدوهم معاهم في أي مشوار أو في أي فسحة، لدرجة أنه لما بيجي ناس يزوروهم على البيت بسكروا الباب وبخليهم جوا مع الخدامة أو بخلوهم لحالهم. أحياناً في ناس تتزاور معاهم ومعارفهم وإشي وما بيعرفوا في البيت إنه في أطفال معاقين أو ذوي احتياجات خاصة، بس أنا الحمد لله رب العالمين، هدية من رب السماء هديل وقبلاني فيها، والحمد لله رب العالمين على كل الأحوال. أنا بحبهم كتير. وأنا بحب ألعب معاها وهي بتحب تلعب معانا، وهي ما بتأذيني وأنا ما بخاف منها. هديل بنت رائعة، هديل بنت كتير حساسة بمشاعرها. هديل بتحب الناس يكونوا حواليها، بتحب الأطفال، بتحب تلعب معهم، لكن للأسف في بعض الأطفال بيخافوا يقربوا عليها، بيخافوا يلعبوا معها، وهذا بيسبب لها مشاعر من التعاسة ومن الحزن. لكن هي مثل بقية الصبايا بتحب تلعب، بتحب تنبسط، مثل بقية الصبايا كمان بتحب تتزين، بتحب تنشط شعرها، بتحب تلبس أواعي مرتبة، عندها مغنيين مفضلين بتحب تسمع إلهم وتدندن بأغانيهم، فهي بنت رائعة بكل معنى أوكي الكلمة، وتستحق المعاملة الكويسة. عندي رسالتين بدي أوجههم، رسالة للأهل ورسالة للمجتمع. رسالة الأهل اللي عندهم ذوي احتياجات خاصة يعتنوا فيهم، يتقبلوهم زي ما هم، يحنوا عليهم. رسالة للمجتمع اللي برا، لما بنطلع برا ذوي الاحتياجات الخاصة مش محتاجين لنظرة شفقة أو نظرة الخوف والاستهجان، محتاجين للمحبة، محتاجين للابتسامة، محتاجين للمودة. هديل صبية مثل باقي الصبايا، ولكن قدراتها مختلفة عنهم، فهل تقبلنا الآخر باختلافاته؟ أنا أكون
أذكين.